انا بصراحه الله يعني ربما غادي يكون رايي من الراي العام ديال الناس وربما الكل الا يعني نقول الا القله القليله ما الطوندونس ولات يعني الطوندونس هي دابا حاليا يعني راه الفضيحه بعينها يعني فضيحه تولي في الطوندونس عندك فن عندك شي حاجه راه حتى واحد ما كيسوق لك الاخبار ولكن الفضيحه راها طوندونس. فيديو كليب ديال الشاب عادل ميلودي الاخر مع الشيخ اطراس كي جاك؟ واش غادي نقول لك من ناحيه يعني من ناحيه المضمون من ناحيه المضمون ما تنشوفش مضمون ولكن من ناحيه الا جينا نشوفوا هاد الناس اللي بغاو هاد الشيء راه ما باغين هاد العمل هاد الاعمال راه ماشي غير على العمل ديال 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 التراكس راه الاعمال كلها الاخرانيه راه ولات ديال عطي كور عطي العور وصافي هاد الشيء اللي كاين بكل صراحه ما نبقاوش نخبيو وما نبقاوش الفن مشى اولا وقبل كل شيء باش عرفتهم بانهم راه مخانزين وهي ما كتمشيش للجامع كيفاش غتعرف انت واحد خانز وانت ما كتمشيش للجامع انا اللي كنعرف الانسان اللي كيبغي ينقد الانسان اللي كيبغي ينتقد الانسان ماشي ينقد اللي بغي ينتقد الانسان خاص يكون هو صالح نفسه ماشي انت يكون لك اخطاء وتهز ستيلو حمر وتبقى تشرط على اخطاء عباد الله هي اللي غادي تنتقد الناس تقول لك مسلمين يعني راه بحال كتقول المسلمين مسخين كتقول المسلمين واش هذا اللي كيتودى خمسة المرات في النار غتكون هي نقى منه ما تكونش نقى منه كيتودى خمسة المرات في النار ما غتكونش هي نقى منه وهذا يعني هذا كيطيح كيسيء الدين ديالنا الدين الحنيف لدين الاسلام وحتى الانسان قاعد بغات تدير فيها بانها راه يعني راه كتقول الحقيقه فراه النصيحه امام الناس فضيحه راه الا بغات تقول الحقيقه خصها تقولها ما بينه وبين الناس ولا شافت شي واحد موسخ الا كانت هي كتمشي للجامع وشافت شي واحد موسخ او نقي او ماشي نقي تقول انه بينه وبينها ماشي ديرها في اعلاميا وفضيحه ولا المسلمين كيمشيو يصليو خانزين وكذا باش عرفتيهم انا لا كنعرفك باش غتقول هذا كيمشي يصلي خانزين لا كنت كتصلي انت ما كتصليش باش عرفتيهم خانزين.